كيف تقرأ هذا التوقيت، توقيت خطوة إعادة ريمود النظام السابق إلى أو نظام الإنقاذ إلى السجن؟ يعني الملمح الأبرز لقرارات 25 أكتوبر في العام الماضي هي عودة المؤتمر الوطني بصورة واسعة في الحياة السياسية وفي مفاصل الدولة، ومنها كان وجود المتهمين في قضية انقلاب 30 يونيو 1989 في مستشفيات خمس نجوم، ليس في مستشفى السلاح الطبي أو مستشفى الشرطة مثلا. ده الوضع الطبيعي لأي متهم بيكون، إنه يكون في واحدة من المستشفيات التابعة العسكرية، لكن مستشفيات خمس نجوم في أجنحة فاخرة. مشاهد فيديو استفزت الناس، إنه يكون هؤلاء المتهمين يتنقلون بين غرف المرضى ويمارسون الرياضة في الجيمنازيوم وغيرها. لكن التوقيت، أنا أعتقد أن هذا التوقيت تحديدا هو مواصلة للخطاب الذي تم في قاعدة خطاب العملياتية بداية الأسبوع الماضي، والذي وجهت فيه رسائل في بريد المؤتمر الوطني وفي بريد الحركة الإسلامية تحديدا لأول مرة يذكر اسمها. وهذه الرسائل ارتبطت بالجيش، طلب منهم الابتعاد عن الجيش. هل قائل الخطاب كان عنده معلومات، هنا أقصد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، معلومات غير متاحة للجميع بأن هناك تحركات لهذه المجموعات داخل الجيش، أم لماذا التحذير من أنه يبتعدوا عن الجيش؟ يبدو أن هناك خلف الأكمة ما خلفها، وهذا التوقيت مرتبط بالخطاب الذي ألغي في حطاب. طيب، يعني تحدث عنهم كانوا هناك في مستشفيات خمس نجوم، وليست المستشفيات المعنية بينهم من السجن يدخل إلى هذه المستشفيات. حسب ما أعلن في وقت سابق قبل نحو عام، يعني هم في المستشفيات دي أكثر من عام، نقل المستشفيات دي أسباب صحية. السؤال، هل جميعهم الآن بلغوا الصحة أم ماذا هناك؟ هل هو فقط الرسالة التي قام بها أو التي قالها قائد الجيش في حطاب؟ أنا أعتقد أن وجود طيلة الفترة الماضية ديما، لو في شخص مريض عنده فترة محددة بحددوها الأطباء والفنيين، لكن في مستشفى تابع لجهة أمنية، مستشفى عسكرية أو مستشفى شرطة، أشهر كاملة والسودانيين يشاهدون مشاهد لتجول هؤلاء المرضى في غرف أخرى وفي مكان ممارسة الرياضة، طيب مؤكد أنهم بلغوا العافية؟ لأن الصورة هي التي تتحدث وليس غيرها. لكن هذا الأمر مربوط تماما بما تم الحديث عنه في حطاب. من أن إذن هل السلطات القائمة الآن قررت مواجهة الإسلاميين في رأيك؟ حتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نجزم بذلك، ما دام لم تكن هناك قرارات فعلية، مجرد حديث أطلق، لم تحدث قرارات أو إجراءات تجعل هذا الأمر واقع يلمسه السودانيين. في حالة القرارات وأن الأمر أصبح واقعا، يعني في رأيك ما هي ردود فعل الإسلاميين المتوقع؟ نفس هذه القرارات المتوقع صدورها حدثت في 11 أبريل 2019، ماذا كان رد الفعل؟ ليس هناك رد الفعل. ما دمت أنت متهم في قضية أمام القضاء، عليك أن تكون ضمن الإجراءات القانونية للسجين وللمتهم. دي حاجة مفروغ منها في لوائح بتاعة إدارة السجون، بتحدد أن المتهمين يكونوا موجودين وين وكيف وغيره. فحدث هذا الأمر في 11 أبريل 2019 بنفس الشكل، ممكن الحديث كان عنه في حطاب. لم تكن هناك ردود أفعال غريبة.